نعيطوا معاكم على اي واحد بغيتوا نعيطوا عليه وسقسيوا واش قبل يهضر معاكم قدام الملايين المستمعات والمستمعين اذاعه إتراديو. وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. هاجر يكون خير يا هاجر. يكون خير ان شاء الله. يكون خير هاجر. الو يكون خير ان شاء الله يا ربي. صباح النور مو صباح لبس عليك. سمعت قلتي واحد ان شاء الله بشويه قلتي ان شاء الله ياك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. غادي نعيطوا للسي محمد. شكون هو السي محمد؟ محمد هو خطيب. الله يكون بخير ياك لاباس يا رب. امين. خطبنا في جونفي وكانت عندنا اون غلاسيون ديال 7 طون افون. اييه. غير فاش بدا الكونفينمون كان وقع ان بيتي بروبليم بيناتنا وصافي وقطعنا. وابخي وليت عيط ليه قلت ليه بغيت دابا نحل داك المالونطوندو دابا دابا. اييه. قال لي بوغ لو مومون انا راه جي دي بروبليم في الخدمه كاينين الناس كيجريو عليهم في الخدمه معايا دونك انا ما نستعدش نحلوا ديك المشكل دابا خليك الابخي. جيت انا قلت ليه لا دابا يا دابا يا الله يعاونك تبقى بيناتنا حتى شي حاجه. وي هاي هاي. دونك سيتي ان مومون دو كولير وهذا هذا ما وقع. دونك هو فاش كان محتاج ليه فواحد فواحد لو طون لي فريمون محتاج ليه الكوتي قلت ليه الله يعاونك صافي مسالينا ما بغيتيش تهضر دابا صافي سير الله يعاونك. دونك هذا هو لو غرو بروبليم لو غرو بروبليم اللي درت حياتي هو هذا. والله يعاونك. شحال بقات؟ الله يعاونك ما هضرناش بوندون الكونفينمون كامل حتى دابا وليت عيط ليه ديغيامون. ولكن قال لك انا ما نقدرش ما باقي ما نقدرش كيف كنقولوا يسردها. دونك قال لك انا فين ما كنتفكر كنبغي نعيط ليك كنقول كنفكر ديك لاصطوماج قلت لي الله يعاونك واحد المومون اللي انا نحتاج فيه كوني معايا تسنديني صحابي معايا كيجريو عليهم في الخدمه وانا شنو بغيت ندير وشنو فهاديك لاصطوماج. انا ديجا ربي اللي علم بيا وبليس الكونفينمون بليس بليزيوغ شوز. دونك دابا انا بغيت نعيط ليه نطلبني السماحه دوفون كاع اللي كيسمع الإتراديو نقول ليه فريمون انا كنبغيك واستغفر الله يسمح ليا من قلبه فريمون حيت غير الله يسامح ما بغيتش بغيتي تسمح ليا من قلبه ونرجع كيفما كنا. واخا واش بغيتي تعيطي لي باش غير تسامحي معاه ولا باش ترجعي معاه؟ باش نتسامح معاه ونرجع معاه ونقول ليه كنبغيك كنموت عليك. ولذاك المشكل الصغير اللي قلتي عليه في الاول شناهو؟ غير في الاول كنا فاهمين ان فاش غنتزوجوا انا ما غاديش نخدم. دونك سيتي بيان كلير فاهمين عليها. فاش ولينا جبنا هذا الموضوع بحالي انا رجعت هضرت بحالي جيت كنقول لي لا ونخدم شي شويه وهذه قال لي لا حنا كنا ديجا هضرين. دونك بحالي انا شويه انا اللي كان مني البروبليم انا شويه الهضره. صافي هادشي اللي كاين. صافي هادشي اللي وقع وقلت لي نهضروا على المشكل دابا وقربلتوها نوتها صباط. قربلناها وواحد لاصطون اللي بقات خاصها تقربلت هذيك لاصطون كنت سنيت كون صبرت ولا سنيت شي شويه كون راه ما كاين حتى شي حاجه. ولكن انا لا في ذاك المومون لا يا دابا يا بيضاء وتعرف كيف كيقول. لا واخا لا واخا دابا هو في فرنسا. هو في فرنسا وي فرانس. نعيطوا للسي محمد واخا هادشي كامل على ديستونس صعيبه بزاف وهي ايام الكونفينمون في فرنسا يكون هو دوزه دازت عليه وما سقسيتي فيه ما والو. لا لا والو صحت قلبي قال لك زعما مزيان قوا مورا وانا طالع السماء على والو. دابا بالنسبه لي هو راك خويتي بنتي بغا نعيطوا عليه. داكور واخا ونسقسيو ونسولو واش يقبل يهضر معاك. نعيطوا للسي محمد كونتاكت انترناسيونال. دلالي كازا باري دلالي هاجر في كازا سي محمد في باري. سي محمد الو السلام عليكم. عليكم السلام. شخبارك سي محمد كلشي بخير اخويا؟ الله يحفظك الله يطول لي في عمرك. الله يحفظك اخويا. معك مومو عرفتيني؟ شكون اخويا مومو؟ لا ما عرفتش. انا نقد بك راسي اخويا. انا منشط في واحد الاذاعه سميتها اذاعه إتراديو برنامج الصباح سميتو مومو مورنينغ شو. عرفتي عرفت شكون عرفتي. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك حبيبي كلشي بخير في امان الله. الله يحفظك الله يطول لي عمرك. الله يحفظك حبيبي. انا نشرح لك انا معيط لك اخويا في واحد الفقره في الشو سميتها الكونتاكت. الكونتاكت كيعيط لنا شي واحد وكيعطينا نيمورو التليفون واحد اخر باش يهضر معاه قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات. وانت كاين واحد السيده اللي معيطه لينا دابا عندك الاختيار. انت شوف سي محمد انت اللي تختار دير داكشي اللي بغيتي يا اما ندوزها لك ولا ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون هي وتختار واش تهضر معاه ولا لا. لا لا خويا لا. عرفتيها شكون؟ لا ما بغيتش نهضر. عرفتيها شكون؟ عرفت شكون ما بغيتش نهضر. واخا خويا ما كاين حتى مشكل هادشي انا هادشي عندنا واضح احنا ما نلزم عليك حتى شي حاجه اخويا سي محمد والو. الله يحفظك الله يطول عمرك خويا. الله يعاونك اخويا الله يساليك. الله يعاونك اخويا. وسلام كاع المغاربه. انت في باري؟ افطاري اخويا. الله يعاونك اخويا الله يسعدك اخويا سي محمد تهلا في راسك. الله يحفظك اخويا مومو تهلا في روحك. الله يحفظك اخويا شكرا بزاف شكرا. هاجر وي من كازا لباريس دلالي من كازا لباريس دلالي هما باش يهضر معاك هما باش يتكلم معاك. وصراحه هاجر انا كنت كنتوقع ما غاديش يهضر معاك. ياك علاش زعما؟ حيت كيبي حاس بيه انت حيت على حسب ما عاودتي
صعيب تصلحي الامور اجر صراحه. راه بحال دابا هو كيفاش خداها خويتي به لقيتها اللي كان لقيتها كان محتاجك خويتي به ولقيتها اللي ما كانش عنده القانه والدماغ انه يحل المشكل معاك ولا يهضر على شي حاجه انت تقضي التوقيت مهمه جدا. انت لزمتي عليه وفاش ما بغاش يهضر قلتي لي الله يعاون ويما هذا الكونفينمون والحجر الصحي والمشاكل وهو مخلوع مستريس لخدمته غتمشي ليه صعيبه صعيبه بزاف وي صعيبه بزاف. اللي غادي ديري وانه غادي تخيلي انه كيهضر معاك دابا ولا نجاوبك حيت انت غادي تسمعوا هو وهضري معاه تكلمي معاه دابا بحال الا كاين. سي محمد انا كنطلب منك السماحه بزاف بزاف عارفه راسي غلطت وواحد الغلط اللي كيف كيقولوا لا يغتفر ولكن انا عارفه اننا ما دوزناش قليل سيتي با فاسيل دوزنا دي مومون زوينين اسبيرون انك تسمح لي من قلبك ولا المينيموم تيسي انك تسمح لي بغيت نقول لك انني كنبغيك بزاف وبغيت نطلب منك السماحه دوفون تو الموند وكاع اللي كيسمعنا في ايت راديو واسبيرون انا اللي كنطلب دابا كنطلب غير سيدي ربي انه يدير لي شي تاويل ديال الخير معاك الا كنتي مكتب لي راك مكتب ما كنتيش مكتب راه الله يسهل عليك والله يدير لك اللي فيها الخير. الا ما كانش مكتب درست في الحياه راه الحمد لله دونك كلشي راه كاين شي حاجه متهرده بالقضاء والقدر دونك هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين المكتبه جا المكتب اللي مكتب لك سيدي ربي هادشي اللي كاين والله يسهل لك الامور وبرافو عليك هاجر اللي عيطتي كنحييك انا كنحييك حيت تعيط لواحد ما سالاش ولا درتيها معناتها انك راك باغا تصلحي معاه وباغا تصلحي الامور بزاف كاع والله علمينا باش ما كان اجر الله يخليك ان شاء الله والله تنعاود نحيط لكم ميرسي بوكو مومو لا يخطيك الله يحفظك الله غير سمعت واحد الصباح هذا الكونتاكت قلت ضروري خاصني نعيط لمومو ندير هاد لا تونتاتيف جربتي صدقات مزيان ما صدقاتش المهم انا من خاطري حيدتها هادشي اللي كاين كيعيطوا انت درتي لي عليك وي انا دابا كنسيي وكيف قلنا كيبقى في الاخر كلشي قضاء وقدر ومكتب دونك الحمد لله على كلشي الله يحفظك لا الله يعاونك اجار وغادي ندير لك غادي ندير لك موسيقى ديال الايت راديو الله يحفظك لا موسيقى المصالحه على قبل الفال على اللي ديرك الفال وديروا معنا الكونتاكت وجربوا وديروا لي عليكم الواحد يدير لي عليه اللي مقتنع به 05 30 300 305 30 300 300 المصالحة ديال بصح الصلح ديال بصح المسامحة ديال بصح هادشي اللي نتمنوا لك السعدية إن شاء الله إن شاء الله أش خويك السعدية كلشي بخير الحمد لله ربي يخليك مرحبا السعدية بغيتي تعيطي لجيهان أي بغيت نعيط لجيهان بغيت نطلب السماحة من صاحبتي المهم حنا صحابات من 2015 جمعتنا الخدمة وتصاحبنا المهم تشاركنا بزاف د الحوايج من أبطال الخدمة أييه دابا شي 6 مواكك كانت جيان طلبت مني واحد لاسيون ديال الفلوس كانت محتاجاها وهي كانت عارفاني ان قلت لها راه انا عندي هاد لاسيون قريبا ولكن راه حتى انا في لقيت الفلان فلانيه راه انا عندي حاجه جيبيها يعني حتى انا كنت باغا نقضي بها غرض غنزير عليها معوله انت هي معوله ديري بها شي حاجه فوالا معوله انا على هذيك عندي واحد لونجاجمون يعني هذاك الفلوس حطاها لذاك لونجاجمون مهم قالت لي راني محتاجه الفلوس قلت لها راه غنعطيهم لك انا دابا قضي بهم غرض ولكن انت ترجعيهم ليا فهاد لا دات قالت لي صافي واخا متفقين على هذيك الهضره خدات الفلوس بقينا صحابات وهذا الوغ وصل داك لو ديلي اللي كنت عاطياها ما رجعتش لك الفلوس ما رجعتش لي الفلوس جات عندي قبل بيومين قالت لي راه فوالا راه هذيك الفلوس ما غتكون واجده في هذا هذا قلت لها شوفي انا عندي اونجاجمون مع الناس ما يمكنش لي انا نجي تلا دغنيغ مينوت نقول لهم راه ما عنديش وهذا قالت لي المهم بقينا كهضره مني هضره منك تعصبت انا هي تاهي تعصبات خلاص عطاتني الفلوس صيفطتهم لي غير مع واحد السيده بلاتي نقزتي شي حلقه دابا حسيت بك دابا نقزتي شي حلقه فاش جات عندك هي قالت لك راه ما عنديش فلوس دابا قلتي لها ماشي معقول ولكن قلتها لها بشي طريقه ديال بجدة السعودية يعني تعصبت راه اللي تعصب غيقول اي حاجه زعما سبيتيها لا ما سبيتهاش لا ما غاديش نخرجوا نلعب مي قلت لها انت تقدر ماشي سبان مي زعما ما عندكش الكلمه وهضره خاويه وزعما واش زعما واش حنا دراري صغار والنهار الاول عطيتهم لك زعما ايوا صافي قالت لي حنا زعما صحابات ماشي زعما الا قلتي الناس تصبروا عليك واحد يومين انا اون اتوندو غير يدخلوا لي شي فلوس وهذا
ايوا صافي قلت لها لا، قلت لها شوفي اعطيني فلوسي انا محتاجاهم، وانا حين تشت انا مع زعما مع راجلي وداكشي اونغاجمون غيقول لي علاش عطيتي لصاحبتك وهذا صافي. غوتي ليها تقلقات هي رجعت لك الفلوس وصرفنا بجوج صراحه، حتى هي غوتات وما خلاتش من هذا واخا. ايوا صافي وقلت ليها شوفي اعطيني فلوسي. المهم فاش صيفطات لي الفلوس خديتهم من موراها كانت لقى، وما مهم التليفون تقطع كانت لقى، ولدرجة أنه والتي لا كتشوفني جاية في الخدمة كتقلب الطريق مزعما ما كتقولش لي تسلام، مهم تقطعت ديك العلاقة بيناتنا وصراحة ما بغيتهاش تقطع حيت دوزنا حوايج بزاف زعما راه من 2015 ماشي شي بيريود اللي صغيره ولا هادشي. دابا دوزنا حوايج الدار بيناتنا في الدار، كانت فوت داري كنت فوت دارها زعما ماشي هادشي كيوقع هادشي كيوقع ما دوزناش القليل هادشي كيوقع. فهمتك. دابا حنا حيا دابا انت كتقول في خطره كتقول حيت ما دوزتوش القليل وقالت لك صبري عليها يومين كثر زعما صبري عليها عطاها يومين مازال عاد ترجع لك فلوس، ما كانش عليكم موضوع الصداع كامل لانه السعديه. دابا انتم تصادعتوا والفلوس امتى رجعوا لك؟ رجعوا لك يومين من بعد. ماشي كانوا عندها وكتخبيهم عليك ما بغاتش تعطيهم لك. لا ما كانوش عندها، غير هي انا حيت حتى انا دايره اونكاجمون مع الناس خصني نحط هذوك الفلوس للناس ما ليهم. الصداع علاش؟ الصداع السعديه علاش؟ انت ما ذاك الكلمه ما قلتي جا ما رجعتيش فلوسي علاش؟ واش تبدلات شي حاجه؟ ما بدلات والو. قبل ما تغاوتوا تصادعوا فكروا لانه ما غتبدل حتى شي حاجه ديك الوقيته الاعصاب والتقلقه ما غتبدل حتى شي حاجه في داك الشيء اللي وقع. هادشي اللي كاين. المهم دابا السعديه الشيطان تيحضر زعما والله صوب صافي والشيطان الله ينعلو، ولكن انت ماشي تبقاو تسبيوها في الشيطان دائما. هي راه دابا الاشكال اللي طرا هاد لابيريود كامله انني انا كنت كنتسنى هي تجي تهضر معايا. ضربتو انا ضربتو في وجهو وضربتو وخرج الدم وعرفتي ونطح في الارض وبقيت كنعفس عليه. علاش؟ الشيطان 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 حضر الشيطان الشيطان كان دايز من تماك هو اللي شد لي يديا ولا حاليا في وجهو ومن بعد شد لي رجليا وبدا كيلحم عليه. لا عرفتي واش واحد يحضر عقلو وينعل الشيطان في هاد الاوقات هادي. واخا السعدية نعيطوا للجيهان يكون خير ان شاء الله وتهضر معاك وتقبل تهضر معاك. هادي خايبه هادي كتلقاو في الخدمه وانتم صحابات كنتو صحابات وما كتهضروش مع بعضياتكم ما زويناش. وتشجعي السعدية باش تهضري معاها تشجعي صافي واخا تشجعي باش تقنعيها باش تصالح معاك. ودابا هي معاك في الخدمه؟ هي في البيرو ديالها، هي بعيده عليا شويه من البيرو ديالي. جيهان الو وي السلام عليكم كلشي بخير؟ عليكم السلام. معك مومو عرفتيني؟ معك مومو. ايوه مرحبا كلشي بخير؟ صافا صحه لاباس؟ الحمد لله على خطيك صافا الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك. ما عيطك على واحد القضيه جيهان واحد الفلوس كان خاصك ترجعهم ليا اليوم. ايوه وانا كنتسناك وهادشي ماشي معقول وهادي ماشي كلمه وهادشي ماشي شحال كتسني شحال المومو كامل كيسني مزيان. كنضحك معاك كنضحك معاك كنضحك معاك جيهان. جيهان راك معنا في الكونتاكت، كاين واحد السيده هي اللي عطاتنا النيمورو التليفون ديالك وبغات تهضر معاك قدام الجميع الملايين ديال المستمعين المغاربه المغربيات وبغات المهم بغات تهضر معاك. واش ندوزها لك بلا ما تعرفي شكون؟ لا 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 بلاتي بلاتي لا 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 شكون هي السيده بعدا؟ خلينا نكمل هضرتي. اها الخير الخير هادشي الخير هادشي. دابا السيده معيطه لديك الاختيار انه ندوز عليك بلا ما تعرفي شكون وانا نقول لك شكون هي عاد تعزلي واش تهضري معاها ولا لا. اييه تقول لي شكون؟ زعما دخلناك بلا بحال ما عرفتي شكون زعما. لا ما عرفت شكون. وفاش قلت لك في الاول فلوس وما رجعتش فلوسي وما عرفتي شكون؟ ما عرفت شحال فكرتيني في شي قصه. ها اييه السعديه هي اللي معيطه على قبلك. لا 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 ما نقدرش نهضر معاها سمح لي. ولكن انت مشكل انت اللي تعزلي دير اللي بغيتي. لا ما بغيتش نهضر معاك. عاودتنا المشكل الفلوس عاودتنا داك الشيء بقى فيها الحال وغوتات وتغاوتوا تصادعتوا وهي بقى فيها الحال حيت انتم خدامين مع بعضياتكم. دابا انتم خدامين مع بعضياتكم كتلاقاو دابا و 10 ديال 5 سنين انتم مصاحبين ومع 20 و دابا تبقى فيك الحال حيت على داك الشيء اللي قالت لك على قبل الفلوس. ما صدقاتش مالا كيكا ما صدقاتش. واه اكثر من كيكا. دابا على وجهي ما تهضريش معاها. لا هو على وجهك في مشكل ولكن ما نقدرش نهضر معاه. غير اسمعي صافي. لا ما كاينلاش ما كاينلاش صافي. انت ما بقيتيش ما عندكش الامل في الصداقه ديالك مع هذه السيده هذه؟ لا 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 والو كما قلت لك ما صدقاتش ما صدقاتش.
ما صدقاش لاصقاش جبتها لاصقاش ما صدقاش ما صدقاش واخا شكرا لك بزاف اجي انت تبارك الله عليك شكرا لك يلاه ميرسي مرحبا يلاه نهارك مبروك نهارك مبروك هلا مرحبا مرحبا السعديه نعم درت من جديد بارك الله فيك انت راك نقصتي شي لقطات بالي ما كاين مشكل لا 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 والله ما نقص عليا هذه هي لي السواق كامله واخا لا شوف السعديه دابا انت درتي اللي عليك درتي من جهدك وهذا الشيء اللي عطا الله ما كاين مشكل المساله انك راك حاولتي تعيطي عليها معنا في الكونتاكت راه تعيط تقدر تصلح الامور ما هي تجي عندك تقول لك هذا لو جيست اللي درتي ان شاء الله هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله شكرا انت ليك بزاف كنتمنى نهضر معك وقيت اخر احسن من هذه ولكن مازال كاين باقي المناسبات وباقي الاوقات نهضروا فيهم في حوايج اخرين ما حاولتي انت معاه ولكن ما كتبش نتصالحوا مهم انا كنقول انني درت اللي عليا انني طلب بغيت نطلب سماحه وماشي اي سماحه راه دوفون طول الموند راه ماشي شي حاجه سهله هي كاينه واخا كنقول انا ما درتش زعما شي حاجه اللي غتسهل انا هاد الخصام ولكن هي اختارت ماشي مشكل صراحه كنت كنتمنى ان ديك الصدقه ما تضيعش ولكن الله غالب كيما انت مع راسك بعدا درتي اللي عليك درت لي عليا والحمد لله الحمد لله زعما نيتي صافيه مع سيدي ربي ما يقدر نكون خسرت معاه زعما قلقتها بشي حوايج ولا هذا وبغيت نطلب السماحه ولكن ملي ما بغاتش هي راه ما عندي ما ندير هادشي اللي كان السعديه الواحد فاش كيطلب السماحه خاص حتى اللي غطلب منه السماحه حتى يكون باغي يتسامح الا ما كانش باغي يتسامح ما عندك ما ندير هادشي اللي كاين انت درتي لي عليك وانا نقول واحد القضيه انا غادي نعم شد الموسيقى ديال الفال الشيء السعدية غادي تصالحه غادي تصالحه إن شاء الله غادي تصالحه إن شاء الله بحول الله علمينا باش مكان وخا السعدية إن شاء الله الله يودي الله يسهلك شكرا لك يلا نهارك خويا مبروك والله ييسر لك أمورك ويوفقك يا ربي أمين إن شاء الله يا ربي أمين 0530300 0530300 عيطوا وجو تصالحوا وجربوا وديروا اللي عليكم وجربوا باش تصالحوا مع اللي بغيتوا 0530300